نيابة عنا كل معتقلين اعتقلوا من أجلنا. لجنة التنسيق لعائلة المختطفين مجهول المصير وضحايا الاختفاء القصري اعتادوا انهم يقوموا بوقفات دورية في هذه الساحة، ساحة الحرية، من اجل زعما تأكيد على المطالب ديالها المستمرة اللي مازال مسافة النور ولا نقولوا الحل، هي استكمال جبر استكمال الحقيقة جبر الضرر، وكذلك التسوية العادلة والمنصفة لجميع ضحايا الاختفاء القصري وعائلتهم، وكذلك الحقيقة حول مجهول المصير اللي الى يومنا هذا مع الاسف مازال ما تعطاش الحقيقه كامله، وفي اغلب الحالات لم تسلم رفات الضحايا ولم يتم كذلك يعني اللي كنسميوه لو دوي بالنسبه للعائله الامهات ديالنا والاباء ديالنا مشاو غادروا الحياه وكانوا ناضوا لمده عقود من هذا الملف. المغرب والعائلات والمناضلين اللي مساهمين هنا بما فيها جمعيات حقوقيه المنتدى المغربي حقوق الانصاف كيطالبوا كما قلت لك تسوية عادلة، وكيطالبوا هذه المسائل ما يمكن لها غير تعطي مصداقية لبلادنا اللي كتعطي راسها بأنها دولة على الحق والقانون، وهو التسوية كما قلت لك الكاملة. المغرب ما يمكن غير يربح المصداقية ديالو وطنيا دوليا من أجل أنها نخطيو خطوات لقدام من أجل تنمية هذه البلاد اللي محتاجة لينا كاملين ويد في يد باش نحلوا هذه التسوية. احنا ما عندناش كعائلات ولا كضحايا روح حقد وانتقام فيما يخص ماضي هذه السنوات الرصاص الأليم، ولكن كنطالبوا بحقوقنا اللي زعما عادله، وممكن غير ان الدوله تستجب لها ونزيدوا كاملين لقدام ونحلوا هذا المشكل هذا ونخطوا خطوات من اجل تسديد كل المجالات ديال حقوق الانسان بما فيها حقوق المراه، حقوق الطفل وغير ذلك.